فقرتنا دلوقتي هنتكلم عن اوبرا عايده. واحد يقول لي وانا مالي امال اوبرا عايده، انا عمري ما رحت اوبرا، انا ما مش عارف ما شفتهاش في اللي مش عارف ايه. لازم يكون عندنا يعني ثقافه عن الاوبرا بشكل عام واوبرا عايده بشكل خاص جدا. مبدئيا الاوبرا في كل في دول العالم المتقدم هي المكان الافضل، هي العيون بتترقبها. في مصر هنا كان بيجي ناس بالطيارات عشان يتفرجوا على اوبرا عايده لما كانت بتتعمل في مصر. بقى لنا سنين كتيره مش بنسمع عن وجود اوبرا عايده في الاقصر، وقلت انا في مقدمه البرنامج بعد الظروف اللي كانت حصلت للسياحه هناك من حوالي 22 سنة يمكن. نتكلم النهاردة عن أوبرا عايدة، وإيه هي أصلا أوبرا عايدة، وإزاي وجدت أصلا في مصر هذا الفن الراقي، وإيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية. أسئلة كتيرة ممكن نسألها. اسمحوا لي أرحب بضيفتي اللي بتشرفني، دكتورة نيفين واصف، المدير التنفيذي لمشروع أوبرا عايدة. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك، منورانا. ميرسي يا فندم. إيه هي بقى أوبرا عايدة؟ أوبرا عايدة تم كتابتها بتعليمات من الخديوي اسماعيل في افتتاح قناة السويس. يعني كان الخديوي عايز يعمل حفلة ضخمة جدا بمناسبة افتتاح قناة السويس، وتم تكليف فيردي الإيطالي بكتابة أوبرا عايدة خصيصا لحفل الافتتاح. فالسنة دي كلنا بنحتفل ب 150 سنة على حفر قناة السويس والافتتاح، وهنحتفل ب 150 سنة على عايده برضو. يعني الفكره اوبرا عايده دي كانت من الخديوي اسماعيل مصرية، من حوالي 150 سنه. مصريه يعني هي بتاعتنا، هي مصريه خالصه، لكن طبعا مصر بتصدر الحضاره والفن لكل العالم يعني، فبتتعمل في كل البلدان تقريبا اوبرا عايده. ايه اللي خلاها تستمر؟ يعني بتتكلمي في 150 سنه. هو حدث فني عملاق. القصه بتاعته هي قصه الحب والسلام والحرب والخيانه والطموح. لان فيها قصه حب عايده ورضاميس البطل يعني، وقصة يعني فرعونية جدا يعني. وبتربط بين مصر وبين الحبشة في إطار درامي محبك جدا. فلا طبعا هي قصة رائعة فنيا يعني. بس هو اللي كتبها إيطالي. إيطالي فيردي. فيردي. طب ومصمم الرقصات والعروض دي برضو كان مش مصري؟ كله كان إيطالي. الخديوي إسماعيل استعان بفريق إيطالي كامل عشان يعمل افتتاح قناة السويس بطريقة مبهرة ومعجزية جدا، وكان في حضور رؤساء وأمراء العالم يعني. طبعاً. عشان كده بالظبط بالظبط، عشان كده احنا متوقعين برضو حضور كتير جدا من الشخصيات الهامه والشخصيات التاريخيه السنه دي باذن الله في الاقصر في اكتوبر 26 و28 باذن الله. بيقولوا ان اعظم حفله اتعملت في تاريخ مصر كانت هي حفله افتتاح قناه السويس في عهد الخديوي اسماعيل. في الوقت ده أيوة طبعا، في الوقت ده كان إبهار، كان العالم كله بيبص لمصر نظرة مختلفة، وكانت كانت العالم كله ضيوف على مصر ساعتها. وفي الحقيقة ما زالت برضو كل الناس بصة لأوبرا عايدة نظرة مختلفة تماما، بدليل إن احنا أول ما فتحنا الحجز لمعبد حتشبسوت تقريبا معظم التذاكر الفي أي بي خلصت كومبليتلي، احنا ما عندناش خلاص. هي آخر مرة اتعملت في 97. في 97 من 22 سنة بالتحديد. وكانت بحضور ملكة أسبانيا، وكان في تواجد يعني برضو سياسي وتواجد أدبي قوي جدا. والأقصر من البلاد اللي كل الناس بتبص عليها يعني. تمام. هتبقى إمتى الحفلة يا فندم؟ الأوبرا هتبقى يوم 26 و28، عرضين، عرض يوم 26 وعرض يوم 28 في معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي. وتم الإعلان عن ده وبيتم الإعلان عنه يعني. في الحقيقة إحنا ما كناش مكثفين الدعاية داخل مصر. إحنا ما بنشوفش في التلفزيون يعني. أيوة، إحنا مش مكثفين الدعاية داخل مصر. إحنا هدفنا تنشيط الأفنت انترناشونال يعني، فإحنا عاملين مستوى الدولي عشان خاطر السياحة. فإحنا عاملين أكتر من 22 ماركتينج كامبين كبير جدا على مستوى العالم. يعني اشتغلنا في كوريا كويس قوي، اشتغلنا في بنكوك كويس قوي، في إنجلترا، في باريس. يعني احنا لينا خطة تسويقية كده معينة، وهي دي اللي احنا شغالين عليها. احنا هننزل مصر قريب، وهيبقى لينا تواجد في الصحافة المصرية عشان تغطية الحدث إعلاميا داخليا يعني. لكن عموما احنا مركزين ان احنا نستضيف ضيوف لعايدة أجانب يعني. هو يعني ده معظم الضيوف هيبقوا أجانب في يعني تلنا، واحنا ما عندناش حجز من المصريين غير اسم واحد. لكن مبدئيا احنا شرفنا جدا بوجود شخصيات هامه وشخصيات سياسيه على قائمه المدعوين والموجودين في تذاكر الحجز الفي اي بي بالتحديد يعني. دكتوره فين، عايزه اتكلم حضرتك كمان عن
هل في يعني شركات او مؤسسات بتساعد بقى؟ احنا عندنا سياح جايين، عندنا عدد كبير الاف السياح جايين عشان يحضروا اوبرا عايده، وحضرتك بتكلمينا عن شخصيات عظيمه، شخصيات مهمه، واهتمام كبير منهم ان هم يكونوا موجودين في مصر. هل يعني في تنشيط للسياحه؟ هل في هيتم مساعدتهم ان هم يزوروا اماكن مختلفه، يروحوا يخطفوا رجليهم لحد اسوان؟ يعني الموضوع هيتم ازاي؟ خلينا نقسم السؤال حضرتك إلى جزئين، جزء مؤسسات ووزارات وجزء شركات سياحة. تمام. هبدأ بشركات السياحة اللي هم الأكثر تعاونا طبعا. في الحقيقة شركات السياحة لما نزلنا الأقصر عشان نعمل زيارة للسيد المحافظ والسيد مدير الأمن، أكثر ناس كانوا متعاونين معنا هي شركات السياحة طبعا، وهم طرحين تذاكر أوبرا عايدة للبيع، وإحنا طبعا مرحبين بكده، وأي شركة سياحة بتطلب إنها يعني تعرض التذاكر للبيع إحنا بنرحب جدا. فهي شركات السياحة عملت حاجة كويسة جدا، هي بتعرض تذاكر عايدة للبيع ضمن باكج السياحي. فبتجيب السائح قبلها بثلاث أيام وتعمل له بروجرام سياحي هايل جدا، وبعد كده بتدخل اوبرا عايده جوه البرنامج، وبعد كده بتكمل الباكج السياحي. ففي الحاله دي احنا ما بنبيعش متحف بس ولا بنبيع عايده بس، احنا بنبيع الاقصر. ودي حاجه محترمه جدا، وانا بشكر طبعا شركات السياحه اللي اتعاونت معانا من الاقصر في تصميم الباكج السياحي. تمام. احنا بنعرض لحضرتك بعض، يعني بنعرض بعض طبعا الصور من يعني الحفلات ومن المنطقه ومن التذكره ومن يعني من اكتر من حاجه. دي البانرز بتاعتنا بتاعت عايده بالتحديد، ودي اللي باذن الله هتبقى موجوده على الاعلانات الاول دور اللي احنا هننزلها في الاقصر. بس زي ما قلت لحضرتك احنا مهتمين قوي بالدعايه بره مصر. بالنسبه للجزء الثاني غير شركات السياحه وغرفه تنشيط السياحه في الاقصر، يعني بالنسبه للوزارات والمؤسسات في القاهره، في الحقيقه طبعا وزاره الثقافه متعاونه جدا. اكتر ناس متعاونين هي محافظ الاقصر السيد المستشار مصطفى الالهم، طبعا هو فاتح باب مكتبه للتنسيق والتعاون معنا بشكل مستديم، وعامل ورشه كامله متمركزه في مكتب سيادته لدعم الحدث، وعلى عده جلسات بقى متتاليه. السيد مدير امن طبعا الاقصر اللي هو طارق علام، في الحقيقه يعني اكثر من متعاون، وهم دول الجهتين اللي مدوا لنا ايد التعاون بطريقه واضحه يعني. طبعًا. بجانب وزاره الثقافه في الحقيقه. طبعا هو حدث مهم مش بس للمحافظه لكن لمصر كلها، وفيها خير كمان للمحافظه، للي بيبيع هناك التحف، ولكل الناس، وللمطاعم وللاماكن الفلكلور الجميله، ولكل مكان هناك، لصاحب الفندق، للي شغال في الفندق، لكل حد. يعني الخير لما بيجي للناس كلها. في الحقيقه وجود 4000 سائح اجنبي في عايده، ده معناه ان اشغال فنادق الاقصر يوصل ل 100%. يعني بحسبه بسيطه جدا لعدد الفنادق، لعدد الغرف السياحيه، احنا متوقعين اشغال 100%، وده اللي حصل فعلا لما كنا في الاقصر الاسبوع اللي فات. سعر الغرفه في الاقصر تقريبا زادت التريبل. تمام. عن نفس الوقت من السنه اللي فاتت. فمبدئيا احنا بنتوقع اشغال في الاقصر 100% لكل الغرف السياحيه وكل الفنادق، واحنا متعاونين مع اكثر من 5 فنادق 5 نجوم عشان نحجز لضيوفنا في عايده. تمام. اعتدنا ان الاحداث المهمه في الاقصر تبقى في الشتاء مش في الصيف. احنا بنحاول نحط الاقصر على خريطه الايفنتات الدوليه. فلو احنا عرفنا نعمل عايده بالشكل المرجو ليه في شهر 11 بالشكل العالمي يعني، فمش هتبقى في 11 بس، واحنا نتوقع كمان ان احنا نعرف نعملها في مارس. فلو قدرنا نعملها مرتين في السنه هتبقى حاجه بالنسبه للاقصر، مش هتبقى شتاء بس زي ما حضرتك قلت، هتبقى على مدار السنه المحافظه في انتعاشه يعني. طبعا. ودي انا بقول برضو باكد ان هي حاجه مهمه لمصر كلها مش بس لمحافظه الاقصر. كمان عايز اسال حضرتك عن، يعني مش عايز اقول اهتمام، لكن يعني كان يجب ان يكون في اهتمام من مين، ويعني بيتعاون مع من اجل يعني اظهار الحدث بشكل كبير جدا. يمكن هكمل حضرتك السؤال. فضل. انا بعتذر بس معايا مداخله تليفونيه. بيشرفنا وينورنا ويباركنا ومعانا نيافه الحبر الجليل الانبا دانيال اسقف ورئيس دير القديس العظيم الانبا بولا العامر بالبحر الاحمر، والمسؤول طبعا عن كنيسه القديس العظيم الانبا بولا بحدائق القبه، واللي حصل فيها حريق الحقيقه بالامس، وحريق ضخم، وشفنا زياره لمحافظ القاهره والجهات الامنيه بالامس. سيدنا اهلا بنيافتك. اهلا بيك يا استاذ اسحاق.
أشكرك سيدنا. سيدنا بنسأل نيافتك عن آخر التطورات في مقر دير القديس العظيم الأنبا بولا بحدائق القبة والحريق الكبير والضخم زي ما شفنا في الصور والفيديوهات اللي حصل امبارح. نشكر ربنا على كل حال ولأجل كل حال. نشكر الست العذراء والقديس العظيم البار الأنبا بولا أول استواع. أكيد. وبركة سيدنا بابا الأنبا بطرس بابا بطرس الكرازة المرؤوسية كل الآباء المطرنة والأسقفة والآباء الرهبان في كل مكان ببركة ثروتهم خلصت الموضوع بتاع الحريق وما أسأل عنه إن هو كان موضوع ماس كهربائي دوت اللي سبب المشكلة ده هي. يعني تم التأكيد سيدنا إن هو ماس كهرباء. اه يا حبيبي ماس كهرباء تمام. وبعدين كل القيادات من اول السيد المحافظ ورئيس المدينه والحي والمكان كلهم قاموا بالواجب وزياده شويه اكثر من 10 عربيات حريق نشكر ربنا الحمد لله. لكن سيدنا ما فيش خسائر بشريه الحمد لله. لا لا نشكر ربنا ابونا مصائيل اللي هو مسؤول عن المكان. ايوه كويس وكل العاملين في المكان كويسين نشكر بركه صلواتكم كلهم يا سيدنا. لكن سيدنا هو المكان تم يعني الحريق دمره بشكل كامل ولا بشكل جزئي؟ لا بشكل جزئي بالشكل العلوي لكن من الجزء الاولاني الكنيسه من تحت كلها كويسه وزي الفل. تمام بشكرك جدا يا سيدنا ونشكر ربنا يعني ربنا معاك ربنا حافظ كنيسه الله. اشكرك احنا محفوظين بصلوات القديسين امين. اشكرك جدا يا سيدنا بشكر جدا ربنا يبارككم ربنا يبارككم. اشكرك سيدنا نيافت حبر الجليل الانبا دانيال اسقف ورئيس دير القديس العظيم الانبا بولا العامر بالبحر الاحمر وطمنا على الحريق اللي حصل في الكنيسه. تم اخماد الحريق تماما ما فيش خسائر بشريه نشكر ربنا. الخسائر بس في المباني يعني وفي جزء كبير من الكنيسه لكن ده كله يتعوض. اهم حاجه طبعا البشر واهم حاجه البني ادم فنشكر ربنا ان ما فيش حاجه حصلت او اي حد اتصاب. دكتوره نيفين هرجع لحضرتك يمكن انا نسيت السؤال لكن عاوز اسال حضرتك الجهات المتعاونه. الجهات المتعاونه مع حضرتك. بص حضرتك مبدئيا اوبرا عايده حدث مصري خالص تمام. يعني حدث احنا شايفين ان كل مصر لازم تبقى مشاركه فيه. احنا حتى فتحنا باب المشاركه المجتمعيه لكليه الاثار وكليه سياحه وفنادق كليه ألسن جامعه الاقصر يعني احنا طرحنا باب المشاركه لكل الناس وطرقنا باب كل الوزارات المعنيه يعني بما فيهم وزاره السياحه ووزاره الاثار ووزاره الثقافه. يعني احنا ما سبناش جهه ممكن تبقى معنيه بتطوير السياحه او بحدث ثقافي تاريخي زي كده الا لما كنا حابين ان هم يبقى شركاء نجاح يعني. بس في الحقيقه خلينا نقول لحضرتك حاجه اللي استجاب بالفعل يعني خلينا نقتصرهم على وزاره الثقافه والسيد محافظ الاقصر ووزاره الداخليه طبعا متمثله في دعم منقطع النظير يعني لان ده تحدي عظيم بالنسبه لنا. وزاره الثقافه الثقافه معلش انا بحب اثني دايما على اللي على بيشارك الناس المشاركين يعني من اثار يعني معانا وزاره الثقافه ومعانا محافظه الاقصر وطبعا محافظه الاقصر بسيد محافظ سيد مدير الامن طبعا ووزاره الداخليه بتحط كل يعني في الحقيقه خدماتها معانا وعاملين لنا ملف كامل بيسبورت جدا الاداء. انا يعني الحقيقه مستغرب يمكن ربما سؤال يحرك حضرتك وتكوني مش عايزه تجاوبي بس انا عندي علامه استفهام او علامه تعجب او اي علامه تانية يعني ازاي وزاره السياحه ما يكونش ليها دور اساسي في هذا الحدث واحنا يعني بنقول يا رب سهلها يعني. في الحقيقه احنا في انتظار رد وزاره السياحه ووزاره الاثار يعني احنا في انتظار ردودهم يعني واحنا مش مستعجلين خالص على ردود الساده المسؤولين احنا اوريدي بنشتغل على الارض. حضرتك فهمتني ازاي؟ طبعا يعني اقصد ان رد وزاره الاثار ووزاره السياحه مش معطلنا خالص يعني. لا احنا مش بنتكلم في ردود ومش بنتكلم في تعطيل لكن بنتكلم في يجب دايما بتكلم في كل حلقه والناس زهقت مني عن كيفيه استثمار الحدث. يعني انا عندي حدث زي اوبرا عايده جاي لي ضيوف من بره مصر وضيوف اللي هم يعني في السياحه بيسموهم اي كلاس يعني اللي هم يعني اللي هم رقم واحد في العالم يعني او من المرتبات الكبيره من شخصيات كبيره جايه فيجب استثمار هذا الحدث ولا الحقيقه احنا بنستثمر
تستثمر الحدث ده على المستوى الخاص، يعني شركات السياحه بتستثمر الحدث استثمار جيد جدا. انا شايفه ان وكالات الانباء الاجنبيه بتغطي كويس قوي، التلفزيون الكوري بيغطي بطريقه يعني قويه جدا، التلفزيون الالماني بيغطي كويس، امبارح وكاله الانباء الايطاليه كلهم بيتصلوا بينا عشان يغطوا الحدث، فاحنا بنستثمر الحدث استثمار جيد يعني. خليني اقول لحضرتك برضو ان البرايفت سيكتور بيشتغل كويس قوي، شركات السياحه، غرفه تنظيم السياحه طبعا، لجنه السياحه والطيران في مجلس الشعب يعني الى حد ما معنا معها اتصالات. لا فانا شايفه ان يعني الصعيد الشعبي والجماهيري شغال بشكل كويس قوي. اي جهات تانية ناويه تنضم لمنظومه النجاح احنا مرحبين بيها في اي وقت، ودي حاجه يعني مش هتضايقنا في حاجه يعني. تمام. السنة دي إسماعيلية هتحتفل تقريبا ب 150 سنة على إنشاء يعني إنشاء إيه؟ حفر قناة السويس. حفل قناة السويس طبعا. والافتتاح. فإزاي يتم ربط الحدثين ببعض؟ إزاي يتم الاستفادة من هنا ومن هنا؟ إزاي بتوع إسماعيلية يستفيدوا من بتوع الأقصر الحدث اللي في الأقصر، وإزاي الحدث اللي في الأقصر يستفيد من الحدث اللي بيحصل في إسماعيلية؟ وده حدث عظيم وده حدث حظيم. في الحقيقة الحدثين مرتبطين ومش هنقدر نفصلهم عن بعض، وعشان كده احنا اتصلنا بمكتب الفريق في مهاب مميش، وتم التنسيق فعلا بيننا وبين مكتبه، واعتقد ان احنا هيتم بيننا تعاون بشكل جذري جدا بين اداره اوبرا عايده وبين مكتب سياده الفريق، لان قناه السويس اتعملت عشانها عايده، وعايده كتبت عشان افتتاح قناه السويس. ففي الحدث مرتبط ببعضه جدا. لا لا مش هنقدر نفصلهم عن بعض، وعشان كده برضو احنا بنشكر مكتب سيادته لان هو تعاون معانا جدا وطرح خالص مجهوداته للتعاون، وحتى هيزودنا ببعض المواد الفيلميه وبعض فريق مهاب مميش. ده عظيم طبعا، طبعا شخص عظيم يعني. وهيدينا دعم لوجستي قوي جدا، ولا احنا عندنا تنسيق عالي جدا مع هيئه قناه السويس في الحقيقه. تمام. مين المستفيد ومين يعني يستفيد بشكل مباشر او غير مباشر بهذا الحدث الكبير اوبرا عايده في الاقصر؟ لو توقعاتنا وحلمنا الفيجن اللي احنا حطيناها على الورقه طلعت مشيت في المسار اللي احنا مخططين ليه ولقينا الدعم اللازم، يعني احنا نتوقع ان احنا نغير شكل الاقصر على الخريطه الدوليه. احنا عندنا ايفنتس بتحصل في كل انحاء العالم هي دي اللي بنجيب السياحه. فمبدئيا عندنا مثلا احتفال زي الباترا اللي بيحصل في اليونان، كل الناس بتنزل اليونان عشان طبعا تحضر الباترا طبعا. فانت لو قدرت تحط عايده على قائمه الاحداث السنويه اللي بتحصل في مصر كل سنه في مواعيد محدده هتخدم جدا السياحه الاجنبيه. لان قلت جمله مهمه جدا، في مواعيد محدده يعني. يبقى انا عارف ان انا وانا بعمل، في ناس بتعمل اجندتها بره مصر يمكن الناس ما تعرفش ده بالسنه، هي دي انا في شهر كذا هروح الحته الفلانيه، فيبقى عارف ان في مارس وفي يوليا يبقى كده تمام بالظبط. عشان كده احنا طرحنا كمان اوبرا عايده 2020، احنا خدنا برضو اتعاقدنا على المتحف في 2020. الهيئه العليا للمهرجانات في رئاسه الوزراء وافقت برضو ان احنا نعمله في 2020. فلازم نبقى فاهمين ان السياح مش بيعملوا البلان بتاعتهم الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي صحيح ولا الثلاث شهور الجايين صحيح، احنا لازم تبقى موجوده على خريطه السياحه الدوليه قبلها على الاقل بسنه. فعشان نحط الاقصر على خريطه السياحه الدوليه بإيفنت سنوي كبير جدا يستهدف كلاس A من السياح اللي هي الأكثر إنفاقا، وعندنا أكثر من طيارة تشارتر وأكثر من طيارة برايفت جت هتنزل عشان تحضر الأوبرا، فكل ده معناه أن أنت هتحط الأقصر بشكل مستديم، ده معناه أن في خلال 5 سنين تدخل الأقصر سايكلوبيديا بشكل تاني وبشكل مختلف، وتتغير الصورة اللي كان الناس أخدينها عننا بعد حادثة الأقصر الأخيرة. يعني ده محتاج ان كل الناس اللي في الاقصر تشتغل معانا، وده بيحصل فعلا. ده هيغير مش شكل الاقصر بس، الاقصر حته من مصر الكبيره يعني طبعا. فده هيخلي شكل السياحه مختلف، ده بينعش السياحه في الغردقه، ده بينعش السياحه في اسوان. هتلاقي يعني مثلث كده الصعيد كله بيحصل له انتعاشه غير طبيعيه، وده زي ما قلت لحضرتك ان اوتيلات الاقصر سجلت اعلى اشغال مش في شهر اكتوبر بس، قبلها بشهر وبعدها بشهر، لان زي ما قلت لك الباكج السياحي او السفن السياحيه بتعمل تور كامل طبعا. اللي بيجي يعني اسبوع على بعضه مثلا حاجه مثلا بيروح الاقصر بيروح اسوان وبيستمتع بالمتاحف وبالنيل وبكل حاجه. واحنا بنتعاون مع كل شركات السياحه في الحقيقه، يعني احنا فاتحين مكتبنا لكل شركات السياحه. انا بالتحديد بتعاون مع شركات السياحه بصفه خاصه جدا عشان نوفر لهم التذاكر اللازمه بالمستويات المختلفه، لان احنا عندنا كذا ليفل جوه الاوبرا يعني. فلا طبعا احنا طموحين جدا ان احنا نعمل عايده كل سنه او مرتين في السنه، واعتقد ان ده هيبقى يعني مبادره هايله جدا لكل منطقه الصعيد.
طبعا، وهترفع كمان من يعني السياحه، السياحه ونوعيه السياحه كمان. يمكن احنا بنقول السياحه ما بنقولهاش بشكل عام، لكن نوعيه السياحه كمان، السائح اللي بيجي لاوبرا عايده زي ما حضرتك افدتينا ان هو بيبقى يعني هو اعلى انفاق. اعلى انفاق يعني، فبيجي عنده استعداد يصرف ويدفع، فده اللي محتاجاه مصر في الفتره اللي جايه. وبعد كده السائح اللي هيجي يحضر اوبرا عايده اللي هو الكلاس اي، هو سائح بيحمل رساله. يعني لو هو مثلا من اكبر شركات الاستثمار مثلا في كوريا، يعني حضرتك مهما بعت رساله طمانينه او رساله امان بالصور، غير لما صاحب الشركه شخصيا ينزل ضيف عليك وهو شخصيا اللي يحضر الايفنت. فبعد كده تاني سنه فتلاقي استثمارات. يعني هي السياحه مش اندستري منفصل عن السياسه، بالعكس كله مرتبط ببعض، كله مرتبط ببعض، احنا كونكتد جدا يعني. طبعا. والسياحه من اهم المجالات اللي بتخلي الاستثمار عالي وبتحسن من الاداء الاقتصادي بشكل كبير جدا جدا. وبيشعر بيها المواطن، دي بقى اللي بيشعر بيها المواطن الغلبان في الاخر يعني. في الحقيقه احنا عندنا تواجد على الارض في الاقصر بشكل قوي. يعني احنا يعني الانبا حتى يهتاب اسقف الاقصر عرض ان هو يدينا جزء من الكشافه البحريه. فاحنا عندنا تواجد قوي. من يعني احنا عندنا كل بيت في الاقصر هيبقى عندنا فرد منه شغال في الاوبرا. الله، ودي حاجه، دي حاجه ممتعه وحاجه كويسه. دكتوره نيفين واصف بقى اللي بتقدم لنا حدث، الحقيقه يعني حدث جميل جدا ورائع، وانا بشوف ان امم افريقيا حدث جميل ورائع، والحدث اوبرا ده جميل جدا ورائع جدا وهيفيد مصر بشكل كبير جدا. وامنيات حضرتك وطموحات حضرتك وتطلعاتك بعد يعني ما يتم عمل اوبرا عايده في مصر. في الحقيقه انا امنياتي يعني تتلخص ان احنا كمجتمع مدني او كوزارات وهيئات نقدر نتعاون لانجاح قصه نجاح تستاهل ان احنا نتعب عشانها وتستاهل ان احنا نتعاون عشانها. زي ما قلت لحضرتك امنياتنا كسيده مصريه يعني ان الاقصر تتحط على خريطه السياحه العالميه بشكل واضح. احنا عندنا التولز وعندنا الطريقه وعندنا الادوات وعندنا كل حاجه، ناقصنا بس ان احنا نتكاتف حوالين هدف معين. يعني عندنا شويه بيروقراطيه لازم نخلص منها شويه. أيوة. شويه بيرسونال ايشو يعني حاجات كده لازم نخلص منها شويه عشان نقدر نطلع الحدث بصوره كويسه. محتاجين نحط الحدث على الاجنده الدوليه والسنويه كل سنه. لازم السائح يشوف مصر بطريقه مختلفه. احنا عندنا يعني حجز مش لاقيين له، يعني اجلنا الحجز ل 2020 من كتر ما الناس عايزه تحضر عايده. يعني كل اللي حصل من 22 سنه في حادثه 97 اللي حصلت في ما منعتش الناس انها تحجز. طبعا طبعا ما منعتش الناس انها ترجع تاني معبد حتشبسوت. صحيح. فيعني دي الامنيات للسنه الجايه. نتمنى الخير ونجاح لحضرتك والفريق مرسي. العمل اللي شغال مع حضرتك وان شاء الله خير ونجاح، لان ده هيعود على مصر كلها. وحضراتكم معزومين تغطوا الحدث معانا باذن الله. اشكرك جدا يا فندم. بشكرك جدا دكتوره نيفين واصف المدير التنفيذي لمشروع اوبرا عايده، نورتينا وصباح النور. ميرسي يا فندم، صباح الخير. اشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا النهارده في حلقتنا. اشوفكم على خير وحلقه جديده وصباح النور.